ملازم أندرسون، في حد هنا؟ ملازم أندرسون، اهدى سومو، أنا صاحبك. ها شايف، أنا عارف اسمك وجاي أنقذ صاحبك. يا فندم، اسحى حضرة الملازم. ده أنا كونر. لازم تفوق من حالة السكر دي بسلامتك. أنا بحذرك، الموضوع هيبقى دريد يا متخلف، اطلع حالا برا بيتي. أنا آسف يا فندم، بس أنا محتاج لك. شكرا مقدما على حسن تعاونك. نور، اطلع برا يا متخلف انت. سمو، عضو. برافو عليك. ايه جيب عليه. شكلي هرجع. سيبني في حالي يا متخلف انت، انا مش رايح في حتة. انت بتنيل ايه هنا؟ مش عاوز استحمى، شكرا. اسف يا فندم، ده لمصلحتك. انت بتهبي بيه هنا؟ تم الابلاغ عن جريمه قتل من 43 دقيقه. ما لقيتكش في بار جيمي، فجيت ادور عليك في البيت. تقريبا انا الضابط الوحيد اللي في العالم كله اللي بيتهجم عليه في بيته من الاندرويد الغبي بتاعه. ممكن تسيبني في حالي؟ شكلك بتعاني من مشاكل شخصية، لازم تستشير متخصص يقدر يساعدك. غور من وشي، سامعني؟ يلا اطلع برا. أنا فاهم، غالبا الموضوع ما كانش مهم. لقوا جثة راجل في ملهى ليلي في وسط البلد، يبقى لازم يحلوا القضية من غيرنا. شكلي كده محتاج اشم شويه هوا. في هدوم في الدولاب في اوضه النوم. انا هجيبهم. انت عاوز تلبس ايه؟ ايا كان.
انت بخير يا فندم؟ هايل، بس اديني 5 دقايق، اوكي؟ اكيد.